يعني الاحساس مختلف تماما. احنا معانا دلوقتي على التليفون ندى اللي انقذت جمال واللي كان حاضنها بالطريقه دي في الصوره، عشان نعرف بقى القصه كده من البدايه عامله ازاي. يا ندى ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عامله ايه يا ندى؟ كله حلو، يعني كله احكي تمام. لنا عن الصوره الحلوه دي وعن قصه جمال وعن لما شافك ازاي حضنك بالطريقه اللي احنا شفناها دي. بصي، قبل ما اقولك على القصه، بس حصل موقف جميل دلوقتي. انا وانا لازم استوي بحط اكل للكلاب، انا عادي يعني كل يوم بحط اي كلاب في الشارع، فلقيت راجل جميل بيقول لي: الله يا بنتي، والله ده انا لسه شايف صوره اثرت فيا قوي. قلت له: صوره ايه؟ قال لي: واحده حاضنه كلب. قلت له: ايه ده؟ ده انا انا حضرتك اللي اتشهرت دي. قال لي: ده مع ولادي على الموبايل، انا معايا. صورتها له كده، قال لي: اه هي دي. ايه ده، هو انت؟ قلت له: اه شفت بقى. فلا بصي، انا مبسوطه جدا. قبل ما اقول لك القصه من الصوره، اني انا الحمد لله هدفي بامانه ان الناس تشوف وتتاثر وتبتدي ترحم وتراعي الحيوانات دي شويه. صح صح، لان اللي بنشوفه في الشارع صعب جدا. سواء يعني انا بصي، انا مش مع ناس، يعني سوري، انا مش يعني مش ضد الناس اللي بتخاف. اللي بتخاف ده مرض، انا خلاص هو واحد عنده فوبيا، لكن انا ضد اللي بيقلل من الارواح دي. صح. عشان هو فكره كلب او قطه وخلاص يعني. يمكن يا ندى الفترة اللي فاتت يعني على السوشيال ميديا شفنا الشيء ونقيده، يعني شفنا صورتك مع الكلب وهو حضنك، وشفنا للأسف انه شخص تاني كان بيعذب كلب اللي كان ربطه في العربية وبيفسح ولاده بالكلب، يعني شفنا ده وشفنا ده. فيعني نتمنى انه الفترة اللي جاية ان شاء الله الصور الإيجابية زي حالتك كده هي اللي تنتشر بشكل كبير، والناس للأسف مريضة يعني بصي طبعا تنتهي. هي عايشه في الحياه في الخير وفي الشر، ده شيء مفهوم كلام. انا هحكي لك بقى قصه جميل سريعا. انا من الناس اصلا اللي انا كان عندي فوبيا، على فكره، بس انا كان عندي فوبيا من الكلاب. كنت بخاف من الكلاب جدا، بشوف كلب اروح اخر الشارع. ولقيت واحده، يعني واحده صاحبتي بصراحه هي اللي خلتني احبهم وقربتني منهم. وبعد كده خلاص بقى حصل مش بس حب للكلاب، بالاخص الكلاب البلدي. يعني انا عندي الكلاب البلدي دي هي الاساس. ف وجمال انا لقيتهم في جزيره الدهب في المعادي، الناحيه الثانيه من المعادي. احنا وطبعا شايفين الفيديو دلوقتي يا ندى وانتي بتتكلمي عن اللقاء ما بينك وما بين جمال. لا، ده العادي بتاعه، ده العادي بتاعه على فكره. حبوب؟ لا، حبوب حب غير عادي يعني. في لا لا لا، ده فظيع. ده الكلب ده بالنسبه لي، ده عارفه ده اللي هو انا ببص له بس يجيله. فهو حقيقي يعني ارواح جميله. لما لقيتهم طبعا لقيتهم كانوا في حاله من العذاب، والاطفال كانوا معذبينهم. طبعا انا عادي لما بشوف اطفال كده بحاول اتكلم معاهم بالراحه وافهمهم. وعايزه اقول لك ان انا خدتهم منهم، انا واحده كانت معايا في رحله صاحبتي، وما سبتهمش، جيت لهم بعدها باسبوع الاطفال دول علشان اوعيهم. حلو. بس انا خدتهم وعيتهم ووريتهم الصور بعد كده، فهم الاطفال نفسهم: ايه ده، معقوله الكلاب بقت كده؟ قلت لهم: شفتوا بقى؟ يعني برضو هنا التوعيه. برافو عليكي يا ندى والله. هنا التوعيه يا جماعه، انا بقول دي رساله مهمه. التوعيه، مش انا اقعد اقول ايه القرف اللي بتعملوه ده وزعق. لا لا، كده الرساله عمرها ما هتوصل اصلا. بس احنا بالراحه وبالرفق، لان هم حيوانات دول ربنا وصانا عليهم. نيجي بقى لنقطه ثانيه مهمه جدا. الناس اللي مثلا بتمسكوا في الشارع تقول لك ايه؟ الناس اولى، مش الناس اولى. طب انا ما بقتش ارد على الناس دي اولا. ثانيا، لان هو ما بيشوفش احنا بنعمل معاه ايه مع الناس. بس انا برد عليه رد بسيط قوي، وبقول له: ربنا لما قال لنا ارحم، ما قالناش نرحم حد معين او روح معينه. قالنا نرحم كلنا. كلنا الرحمه دي نعمه من عند ربنا. ده لما ربنا يحط في قلوبنا الرحمه، يعني دي حاجه كبيره من عند ربنا. وبعدين 1000 واحد هيفكر يطعم بني ادم، انما ما حدش هيفكر يطعم حيوان. طيب ندى، كنت عايز اعرف هم جمال وجميل اللي كانوا معاكي في واساميهم الحلوه دي دلوقتي هم فين؟ او مثلا هم في المنطقه عندك او في منطقه الشغل انا ولا؟ عامله مكتب ثقافي اسمه تيكيت مسافر، هو مركز ثقافي عند السلطان حسن، وهو هم قاعدين هناك يعني. ومش بس هو على فكره، هم ده في كمان كلب اسمه رزق، ده الاساس بقى، الكلب الكبير ده بلدي برضه انقاذ. هم هناك يعني قاعدين في التكيه، والجست بيجي، ضيوف بتيجي وبتلعب معاهم، وناس كتير قوي قوي كسرت الفوبيا من خلالهم لما قربوا منهم. يعني انا كنت لسه اسالك يا ندى، انه في ناس بيكون عندها فوبيا بتخاف،
هل ما بيتضايقوش من وجود الكلاب في المكان او بيتبسطوا زياده بيلعبوا معاهم ولا بيتجنبوهم؟ بصي في الاول طبعا انا بسال الناس يا جماعه انتوا بتخافوا من الكلاب؟ في ناس تقول لي اه، في ناس بتقول لي لا، في ناس لما بتقول لي اه طب ممكن نشوفهم الاول لما بس خلاص بيتصابوا عليهم، ولما الاقي بقى ان هم لا عايزين بيقعدوا براحتهم بدخلهم بقى في الاوضه اللي انا عاملها لهم. في ناس كتير لا بتبقى عايزه تقعد معاهم اصلا، في ناس كتير بتبقى حابه ده، وفي ناس كتير بتيجي عشانهم على فكره بالمناسبه. طيب انت يا ندى تخيلتي ان انت الصوره اللي متاخده او الفيديو هينتشر الانتشار الكبير ده؟ بص انا مؤمنه جدا ان اي صوره فيها انسانيه بتنتشر بسرعه، انا مؤمنه بده لان انا مؤمنه بالانسانيات، ويعني احنا بنشوف صور بره وبنشوف فيديوهات بره لما بتنتشر يعني الواحد بيفرح قوي، وبقعد اقول يا ربي امتى اليوم ده نشوف بلدنا الناس تبقى عندها رفق بالحيوان. بس انا بصراحه ما كنتش متخيله ان هي هتنتشر كده يعني. بس بص جمال يعني فرعوني كلب فرعوني جمال جدا جدا جدا. دول انا عايزه اقول لكم يا جماعه الكلبين دول كانوا وزنهم الاثنين 8 كيلو. كانوا عض يعني كانت حالتهم صعبه جدا. دلوقتي وزنهم بقى كام يا ندى؟ لا مش هقول بقى عشان ما يتشدوش. ما شاء الله. لا بصي هو مش بس بالاكل، في سنه مهمه برضه. هو مش الاكل، هو بالحب وبالرعايه. يعني انت اصلا احنا كبني ادمين لما بنلاقي حد بيهتم بينا، هو مش الاكل بقى، هو نفسيا بالظبط كده. يعني هو بالحب، يعني نظره عينيهم كلها اخلاص. وعايزه اقول لك على حاجه، هو الحضن بتاع جمال ده هو مش بيحصل بس بحب، لا ده امتنان، هو عايز يبقى يفضل. صح. طيب ندى انت بتحسي مثلا ان هم ممتنين اللي انت عملتيه فيهم وليهم طول الوقت ولا ما بتحسيش بده؟ لا انا بحس بده طبعا، وهم كمان على فكره لما بيعملوا حاجه بتضايقني لما بزعق بحس ان هم لا ما تزعليش مننا. ايوه بيبقى في نظره كده، نظره للكلاب وهو فرحان، ونظره اللي هو عارف ان هو عمل حاجه غلط، بتلاقيه بيبص لك بطرف عينه كده ولا ملامحهم رهيبه. يعني عايزه اقول لك بجد الكلاب بجد يا جماعه عندها لغه حوار عظيمه جدا، ودي فرصه كويسه عايزه اقولها للعالم كله وبالذات في بلدنا. الكلاب محتاجه تعقيم في الشارع مش تفهيم، الكلاب محتاجه تتعقم. صح. يعني ايه تتعقم؟ يعني نعمل لها عمليات تقلل الخلفه، لان هم الكلاب البلدي الكلاب بتخلف عدد مهول، ومع الاسف بتموت. اولا الكلب كتر الجواز فيه بيخلف كتير بيموت طبيعي، وثاني حاجه هم بيموتوا من السن. الناس اللي بتروح تشتكي لهيئه البيطريه والكلام ده كله، اسهل حاجه بيعملوا ايه؟ ان هم يحطوا سم. فبدل ما انا احط سم للاسف في الدوله ملايين الجنيهات في الاستيراد، احنا ممكن نعصمهم وكده احنا لسه نلعب في التوازن الفيه. معلش انا عايزه بس اقول حاجه اخيره. احنا لما حصل مره من المرات من سنه من السنين في التجمع لما حصلت حمله تسمم، الطريشه ظهرت والثعالب ظهرت. ان الكلاب اوريدي ايكو سيستم في توازن بيئي، فاحنا مش بس كمان بنقول رحمه، احنا بنقول ده حاجه في البيئه. وخصوصا ان احنا اوريدي عندنا مؤتمر مهم جدا في شهر اكتوبر، وهو له علاقه بالمناخ والمناخ ليه علاقه بالتوازن البيئي. فاعتقد ده هيبقى نقطه مهمه جدا تتحط في الحسبان. وكمان الرئيس السيسي اوريدي في الخطه 2023 هي الاهتمام بالتوازن البيئي والاهتمام بالحيوان. ده حقيقي. فدي كلها مع السوشيال ميديا، واحنا كمتطوعين ومدنيين بنحاول نعمل نظره ثانيه للحيوانات. فاعتقد اساسا بجد الموضوع فرق شويه عن زمان. يعني انا حاسه دلوقتي، يعني انا كنت بسمع الفقره قبل ما ادخل معاكم، انا سامعاكم وانتم بتقولوا في ناس كتير فعلا في ناس كتير بقت تاكل الكلاب والحيوانات. ويمكن برضو يا ندى موضوع ان الناس بدات توعى او تدرك اهميه الحيوانات اللي معانا في الشارع والرحمه بيهم، ده بيجي برضه عن طريق السوشيال ميديا، ان احنا مثلا نموذج زي ناس كتير جدا ممكن تكون بتعطف على الحيوانات، والفيديوز اللي بتنزل للانقاذ والحاجات دي كلها بتوعي الناس، وبتوعي كمان الاطفال الصغيرين ان هم يلعبوا بطريقه مختلفه، عكس ان هم زي ما شفتي كده الاطفال وهم بيلعبوا مع جمال. ما هو بالظبط هو ده، السوشيال ميديا هي الوسيله اللي بنقدر نوصل منها الرساله. انا بصراحه مؤمنه جدا بالسوشيال ميديا في استخدامها بالطريقه دي. فعشان كده انا اعتقد بقى لنا يومين اهو الصوره قلبت الدنيا ولفت الدنيا كلها، وصفحات كتير حطاها، يعني
يعني كان نوع من انواع فعلا الرحمه، لان هو فعلا مش طبيعي ان فعلا فعلا حيوان يحصل كده. وهي يعني حتى مش وانتوا شفتوا الفيديو، يعني مش انا مثلا اللي جايباه يحضنني، لا ده هو اللي بينط كمان يحضنني. ايوه. فدي رساله حقيقي الحمد لله. انا ما بقولش ان اعتقد، بس انا بقول هي وصلت الحمد لله. ومن خلالكم برضو كاعلام ان انتوا تسلطوا الضوء على حاجه زي كده، ده مهم جدا جدا، اشكركم طبعا عليه. وعايزه اشكر كمان احمد حمود صديقي اللي لقط الصوره اساسا يعني. فحقيقي يعني هي عارفه، هي انا حاسه ان انا في حاله من السعاده والله، يعني حاسه ان انا مبسوطه وجمال مبسوط برضه وكله مبسوط. طب ندى قولي لنا، يعني بتفكري يعني انت عملتي الموقف ده بشكل انساني او بشكل فردي، هل فكرتي ان انت ممكن يعني تكبري الموضوع، يبقى يعني اكيد بجهود ذاتيه، ولكن تعملي مثلا مبادره، تعملي زي توعيه، تنزلي الشارع، تقدري ان انت تنقذي عدد اكبر من الكلاب، ولا يعني مكتفيه باللي حصل؟ لا طبعا بصي، انا شغاله بصراحه مع نفسي، وكلنا اللي زي اصحابي اللي زيي كلنا شغالين مع نفسنا على قد ما نقدر. يعني انا مثلا عندي تحت السكيه، احكي لك على موقف، مثلا لقيت اطفال كانوا بيضربوا كلاب بالطوب، كنت قلت لهم، كنت واقفه في التليفون قلت لهم بالراحه عايزه اتكلم معاهم، مش قادره اقول لك كل يوم بياكلوا الكلاب خلاص. يعني هي المبادره بتبتدي مننا احنا، ان انا اظبط الحديث نفسه، وان انت تقولي رساله فتكتبي حواليكي، فاهمه قصدي؟ فهي الفكره نفسها ان هي ايه؟ هي بتبتدي بينا وبننقل الصوره. صح بالظبط. لكن انا ان انا اعمل بقى جمعيه او اعمل مؤسسه والكلام ده، انا شايفه بصراحه اولا انا مش فاضيه، ثانيا في ناس متمكنه من ده، وفي ناس عندها الخبره. متهيألي فعلا فعلا ان ده هيبقى محتاج وقت وتركيز، تفرغ بالذات. تفرغ جامد، لان مسؤوليه كبيره جدا برضو بتبقى يعني في رقبه الواحد لو عنده مثلا كلب او قطه، فتخيلي بقى لو عنده مكان او حاجه بينقص فيها الحيوانات. بنشكرك جدا جدا يا ندى، وطبعا بنتمنى لك كل التوفيق.